السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله إلى هذه الساعة البانورامية وفي عناوينها. رئيس الدولة يصدر مرسوما بتشكيل أعضاء المجلس الوطني الاتحادي. برعاية رئيس الدولة منصور بن زايد افتتح أتبك 2019. شراكة بين أدنوك وبورصة إنتركونتيننتال وتسع شركات عالمية لإطلاق بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة. وقفتنا الأولى أخبارية. بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى جواو مانويل كونسالفيس لورينسو رئيس جمهورية أنغولا لمناسبة اليوم الوطني لبلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بعثا برقيتين تهنئة مماثلتين إلى الرئيس جواو مانويل كونسالفيس لورينسو. إلى ذلك بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى أندجي دودا رئيس جمهورية بولندا وذلك لمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس أندجي دودا. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى ماتيوس مورافيتسكي رئيس وزراء جمهورية بولندا. أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مرسوما اتحاديا رقم 122 لسنة 2019 بتشكيل أعضاء المجلس الوطني الاتحادي لدور انعقاد الفصل التشريعي 17، وعليه اكتمل عقد المجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث نص المرسوم على أن يشكل المجلس الوطني الاتحادي لدور انعقاد الفصل التشريعي 17 من 40 عضوا يمثلون كافة إمارات الدولة، بينهم 20 سيدة بما يشكل 50% من مجموع الأعضاء. وتمت دعوة المجلس الوطني الاتحادي للانعقاد يوم الخميس الموافق في 14 من نوفمبر الجاري. ويشكل المجلس الوطني الاتحادي من 40 عضوا نصفهم بالانتخاب والآخر بالتعيين، وتوزع مقاعد المجلس على الإمارات. وتضمن المرسوم أسماء أعضاء المجلس الوطني الاتحادي 2019 على النحو الآتي: إمارة أبوظبي معالي صقر غباش سعيد المري ومعالي الدكتور علي راشد عبد الله نعيمي، دكتورة حواء سعيد سالم الضحاق المنصوري، خلفان راشد خلفان النايل الشامسي، سيلن خيرة عيضة سهيل العفاري، موزة محمد سعيد حمرو العامري، ميرا سلطان ناصر محمد السويدي، ناعمة عبد الرحمن محمد المنصوري. إمارة دبي أسامة أحمد عبد الله الشعفار، حمد أحمد سلطان عبيد الرحوم المهيري، وجميلة أحمد محمد بن عمير المهيري، سارة محمد أمين في الكناز، الدكتور طارق حميد محمد مطر الطاير، ضرار حميد عبد الله حميد بلهول، وعائشة محمد سعيد الملا، ومريم ماجد خلفان بن ثنية. إمارة الشارقة حميد علي العبار الشامسي، شذا سعيد علي علاي النقبي، عائشة رضا حسين البيرق، وعبيد خلفان عبيد الغول، وعدنان حمد محمد الحمادي، وكفاح محمد ناصر الشخص الزعابي. إمارة رأس الخيمة أحمد عبد الله محمد الشحي، سعيد راشد عبد الله العابدي، سمية عبد الله سالم بن حارب السويدي، نعمة عبد الله سعيد الشرهان، الدكتورة نضال محمد بن شرباق الطنيجي، يوسف عبد الله البطران الشحي. إمارة عجمان
أحمد حمد أبو شهاب السويدي، عفراء بخيت سيف بن هندي العليلي، مروان عبيد علي المهيري، هند حميد بن هندي العليلي، إمارة أم الجوان، عايشة راشد سلطان لتيم آل علي، عذراء حسن حميد بن رقاض، وعلي جاسم أحمد جاسم آل علي، ومحمد عيسى عبيد الكشف، إمارة الفجيرة، الدكتورة الشيخة عبيد سالم خليف الطناجي، وصابرين حسن سعيد اليماحي، محمد أحمد محمد أحمد اليماحي، وناصر محمد حميد خميس اليماحي. ويعتبر المجلس الوطني الاتحادي إحدى السلطات الاتحادية الخمس المنصوص عليها في الدستور، وهي المجلس الأعلى للاتحاد، رئيس الدولة ونائبه، مجلس الوزراء، المجلس الوطني الاتحادي، والقضاء الاتحادي. في محور مغاير، رحب مجلس الوزراء في مستهل أعمال جلسته بتوقيع وثيقة اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي تحت الرعاية الكريمة للمملكة العربية السعودية الشقيقة، معربا عن ثقته بأن يؤسس هذا الاتفاق لمرحلة جديدة من العمل المؤسسي الموحد والفاعل بما يلبي تطلعات الشعب اليمني الشقيق. وأشاد المجلس بالجهود المخلصة والمقدرة التي بذلتها المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والتي أفضت إلى نجاح الحوار والتوصل إلى اتفاق الرياض، حيث شكل الدعم السعودي أرضية صلبة عززت الأجواء الإيجابية بين الأطراف اليمنية المشاركة في الحوار. على صعيد آخر، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أن دولة الإمارات تركز ضمن أولويات عملها ومبادراتها على تعزيز الصلات الاجتماعية في النسيج الأسري الإماراتي، وتأكيد معاني الوحدة والترابط بين كافة أفراد الأسرة والمجتمع. جاء ذلك خلال ترأس سموه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، حيث اعتمد المجلس سياسة الحماية الأسرية. وفي هذا الإطار قال سموه: الإمارات منظومة أسرية متماسكة، استقرارها واستدامتها ينطلقان من البيت والأسرة. وأضاف سموه: الحفاظ على الأسرة وكيانها أولوية في عملنا ومبادراتنا، هي المدرسة الأولى وصمام أمان المجتمع والأجيال المستقبلية. كما أكد سموه أن الأسرة نواة الحفاظ على منجزات وطننا واستمراريتها، والارتقاء بقدرات الأسرة الإماراتية لخلق أجيال واعدة مسؤولة مسؤوليتنا جميعا. وتستهدف سياسة الحماية الأسرية الحفاظ على سلامة وكيان الأسرة باعتبارها اللبنة الأولى للمجتمع، وأن حمايتها وصيانتها تعد من الأولويات التي تولي لها الدولة اهتماما بالغا لتوفير مناخ آمن لمجتمع سليم معززا بمبادئ الدين الحنيف التي تحث على الوسطية والمعاملة الطيبة والتراحم بين أفراد الأسرة. وتخدم السياسة بشكل خاص المرأة والطفل والمسن والرجل وأصحاب الهمم لحمايتهم جميعا من العنف والإيذاء بشتى أشكاله. كما اعتمد المجلس اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي الخاص بالمستحضرات البيطرية، والذي يأتي في إطار تطوير وتحديث التشريعات المرتبطة بالثروة الحيوانية في الدولة والمحافظة عليها، من خلال تنظيم استخدام وتداول المستحضرات البيطرية بما يعزز من معدلات الأمن الحيوي والوقاية من الأمراض الحيوانية. أما في الشؤون التنظيمية، تم اعتماد إعادة تشكيل مجلس مجموعة بريد الإمارات برئاسة محمد سلطان القاضي وعضوية كل من طارق أحمد الواحدي، عبد الواحد عبد الرحيم العلماء، وماجد بن دلموك الفلاسي، حفصة عبد الرزاق بلعمة، أحمد محمد عقيل، قاسم القاسم، وأحمد محمد العوضي، وطارق عبد القادر بن هندي. وفي التقارير الحكومية، اطلع المجلس على نتائج انعقاد الاجتماع الثاني لمجلس الإمارات لتغير المناخ والبيئة عام 2019 في إطار متابعة سير إنجاز المشاريع والمبادرات الحكومية. وفي العلاقات الدولية، اعتمد وصادق المجلس على عدد من الاتفاقيات والتي تضمنت التصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية سورينام بشأن الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر، والتصديق على اتفاقية مع حكومة جامايكا بشأن ترتيبات الإعفاء المتبادل من التأشيرات، واتفاقية مع حكومة جمهورية التشيك بشأن التعاون الاقتصادي
الاقتصادي والفني إلى جانب اتفاقية مع جمهورية أفغانستان الإسلامية بشأن التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجمركية وإنشاء سفارات للدولة في كل من جمهوريتي موريشوس وسيراليون. في شق مختلف استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في مجلس قصر البحر وفدا من لجنة كولبير الفرنسية المشاركة في عدد من الفعاليات الثقافية في العاصمة أبو ظبي. يرافقهم معالي محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبو ظبي، ورحب سموه بأعضاء اللجنة التي تساهم في عدد من المبادرات والحوارات الثقافية التي يتميز بها البلدان، مشيرا سموه إلى أهمية التواصل الحضاري بين مختلف الشعوب بما يعزز ويقوي علاقات الصداقة والتعاون بينهم ويخدم التراث الإنساني. يذكر أن أبو ظبي تستضيف وفدا من لجنة كولبير التي تمثل 84 علما من العلامات التجارية و16 مؤسسة ثقافية فرنسية ضمن سلسلة من المبادرات تحت عنوان فلانوري كولبير أبو ظبي والرفاهية الفرنسية في القرن 21. وتضمن هذه أو وتتضمن هذه المبادرات سلسلة من الفعاليات المقرر إقامتها في مواقع متعددة في جميع أنحاء أبو ظبي والتي تكشف عن طبيعة الحياة الفرنسية في القرن 21 والثقافة الفرنسية. كما استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان السيدة كلود شيراك ابنة الرئيس الفرنسي الأسبق الراحل جاك شيراك التي تزور الدولة لحضور إطلاق قسم والدها على أحد شوارع العاصمة أبو ظبي. وتناول حديث سموه مع كلود شيراك الدور الهام الذي قام به جاك شيراك الراحل مع الشيخ زايد رحمه الله في تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية وتعميقها في المجالات كافة ومواقفه الإيجابية في دعم القضايا العربية العادلة، ما جعله يحظى بمكانة متميزة في تاريخ العلاقات الإماراتية الفرنسية والعلاقات العربية الفرنسية بشكل عام. واستذكر سموه لقاءاته العديدة مع رئيس شيراك وروابط المتميزة التي جمعت الإمارات وفرنسا خلال فترة حكمه والتي وضعت الأساس لما تشهده العلاقات بين البلدين خلال الفترة الحالية من تطور وازدهار. من جانبها عبرت السيدة كلود شيراك عن امتنانها لدولة الإمارات العربية المتحدة ولصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد على هذه اللفتة الطيبة بإطلاق اسم والدها على أحد شوارع أبو ظبي. حضر مجلس قصر البحر سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبو ظبي وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان العضو المنتدب لجهاز أبو ظبي للاستثمار، وعدد من الشيوخ والمسؤولين والمواطنين. افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أعمال الدورة الخامسة من منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر التي ينظمها مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر استثمر في الشارقة التابع لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير شروق تحت شعار التحولات المستقبلية في الاستثمار الأجنبي المباشر. ويبحث المنتدى المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي عبر سلسلة من المحاور التي تشكل المحركات الرئيسة للتوجهات الاستثمارية المستقبلية مثل تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والاستدامة البيئية والطاقة المتجددة ومستقبل التكنولوجيا المالية ومصادر التمويل لتسريع النمو المستدام للشركات ومستقبل التقنيات الرقمية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي ومستقبل التعليم وإعادة تأهيل الكوادر لتعزيز النمو الرقمي. وكان صاحب السمو حاكم الشارقة قد تفقد أقسام وأجنحة الدوائر والمؤسسات
المؤسسات والهيئات والشركات المشاركة في المعرض المصاحب لمؤتمر منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، مستمعا سموه إلى شرح عن فرص الاستثمارات والخدمات والتسهيلات التي تقدمها المؤسسات والشركات لزوارها. واستهل حفل الافتتاح بالسلام الوطني ليلقي بعدها معالي السلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد كلمة أوضح فيها أن دولة الإمارات العربية المتحدة حققت ارتفاعا جيدا في رصيد الاستثمار الأجنبي التراكمي الوارد حتى نهاية 2018 الذي تجاوز 140 مليار و300 مليون دولار بنسبة 8%، مشيرا إلى أن الدولة جاءت في المرتبة الثانية عالميا في توقيع اتفاقيات الاستثمار الثنائية الدولية وفي المرتبة الثالثة عالميا فيما يتعلق بمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة المعلن عنها. وفي كلمته قال سعادة مروان بن جاسم السريكال رئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار وتطوير شروق، شهد العالم خلال السنوات العشرين الماضية قفزات سريعة ونوعية بفعل التطور المتلاحق للتقنيات، وهذا التطور غير من شكل الاقتصادات والمؤسسات، وبفعل التقنيات تغيرت مفاهيمنا حول التنقل والتسوق والبناء والخدمات، وهذه المفاهيم الجديدة على وشك أن تصبح من الماضي، وما نقول عنه مستقبل سيصبح قريبا حاضرا. إلى ذلك أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أن صحراء الشارقة قد عملت بكل جهد أو جد على حماية الأجيال القادمة والحفاظ على عاداتهم وتقاليدهم وحمايتهم من الاندثار والذوبان في المجتمعات، مشيرا سموه إلى أنه من الواجب علينا اليوم العمل جنبا إلى جنب مع سكان الصحاري الأخرى للارتقاء بعاداتهم وتقاليدهم والمحافظة عليها. جاء ذلك في كلمة سموه خلال لقائه عددا من سكان صحراء أستراليا الأصليين وسكان صحراء تشيلي المشاركين ضمن فعاليات ترينال الشارقة للعمارة، وذلك في المباني الحديثة لمؤسسة الشارقة للفنون في منطقة المريجي. وقال صاحب السمو حاكم الشارقة تلتقي صحراؤنا العربية ممثلة بصحراء الشارقة وصحراء تشيلي وصحراء أستراليا في أن كلا منها لها سكان تتميز عاداتهم وتقاليدهم عن عادات وتقاليد باقي الأقاليم والمناطق. وكان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي قد استمع من المعنيين إلى شرح مفصل حول العمل الفني نيجورارا 2 الذي يمثل شتى الأمور لشتى البشر، ويشكل العمل لشعب نيجورارا خارطة من الذاكرة لمكان عاش فيه أسلافهم لأكثر من 60,000 عام. استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد إمارة الفجيرة الأمين حفظه الله في مكتب سموه في الديوان الأمري جاسم هيكل عبد الرحمن البلوشي عضو مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة الحاصل على درجة الماجستير في البحث الجنائي من أكاديمية العلوم الشرطية في الشارقة عن رسالته بعنوان دور المواطنة في مكافحة الجريمة في ضوء التحديات الأمنية المعاصرة في دولة الإمارات، حيث استمع سموه إلى شرح من جاسم البلوشي حول محتوى رسالته وأهدافها متمنيا لها المزيد من السداد والتفوق العلمي. بدوره وجه جاسم البلوشي الشكر إلى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي حفظه الله على دعمه ومؤازرته الدائمين للمسيرة التعليمية وتحديدا فئة المتفوقين. حضر اللقاء سعادة سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي العهد الأمين. ملف أدبك وغيره بعد دقيقتين، ابقوا معنا. تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، افتتح سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة أمس الدورة 35 لمعرض ومؤتمر أبو ظبي الدولي للبترول أدبك 2019، بحيث تركز الدورة الحالية على تعزيز مفهوم النفط والغاز 4.0 الذي يعني إعادة التفكير في كيفية قيام القطاع ضمن السعي لتلبية الطلب العالمي المتزايد على
على الطاقة بتبني التحول الرقمي وتطبيق التكنولوجيا الحديثة واستقطاب المواهب وتعزيز الريادة البيئية، بما يسهم في توفير مستقبل مستدام، كونه يمثل المهمة الرئيسة لقطاع النفط والغاز في العصر الصناعي الرابح. قال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، قال إن معرض ومؤتمر أبو ظبي الدولي للبترول أدبك الذي يحظى بمشاركة إماراتية وعالمية فاعلة يسهم في صياغة مستقبل مزدهر لصناعة النفط والغاز وتحديد أفضل السبل للتكيف والتعامل مع متغيرات مشهد الطاقة العالمي. قام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بجولة على أجنحة الدول المشاركة والشركات العارضة في أدبك، واطلع سمو على أحدث التقنيات المستخدمة في قطاع النفط والغاز وأشاد بالمستوى المتطور للمعرض. كما زار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان جناح شركة بترول أبو ظبي الوطنية أدنوك، وكان في استقبال سموه معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الدولة رئيس التنفيذي لشركة بترول أبو ظبي الوطنية أدنوك ومجموعة شركاتها. وطلع سمو خلال الزيارة على استراتيجية أدنوك في تطبيق مفهوم النفط والغاز 4.0 لمواكبة التطورات المستقبلية وزيادة الربحية والعائد الاقتصادي لدولة الإمارات. كما اطلع سموه على نماذج الأعمال الجديدة لأدنوك والتي تعتمد على شركاتها الاستراتيجية المتنوعة وتعزيز آليات أعمالها بهدف ترسيخ موقعها الريادي في صناعة النفط والغاز، مع التركيز على تطبيق الذهنية التجارية واستخدام أحدث التقنيات لتحسين المخرجات وتطوير الموارد لإضافة أقصى قيمة ممكنة لأعمال الشركة من خلال تطبيق الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والبلوك تشين لرفع الكفاءة التشغيلية والارتقاء بالأداء. شهدت فعاليات اليوم الأول حفل الافتتاح الرسمي شاركت فيه كوكبة من المتحدثين من قادة القطاع والخبراء والمختصين، وأعقب الكلمة الرئيسة التي ألقاها معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر حلقة نقاش وزارية بمشاركة معالي سهيل المزروعي ومعالي دارمندرا برادهان ومعالي محمد باركيندو ودكتورة كونداليزا رايس. وقال معالي سهيل المزروعي إن دولة الإمارات تتبوأ مكانة رائدة في قطاع الطاقة على مستوى العالم لدورها في إيجاد حلول لتحديات استدامة الطاقة وتنويع مصادرها وصياغة مشهد جديد للطاقة من خلال التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها والابتكارات، مشيرا معاليه إلى أن استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 تستهدف خفض الانبعاثات الكربونية من عملية إنتاج الكهرباء بنسبة 70% خلال العقود الثلاثة المقبلة وتوليد 50% من الطاقة عبر مصادر خضراء. من جانبه أكد محمد باركيندو الأمين العام لأوبك على أهمية الدور الحيوي والمؤثر الذي يلعبه أدبك في تشكيل مستقبل صناعة النفط والغاز على مستوى العالم، مشيرا إلى ضرورة التعاون في دعم جهود الدول الأعضاء في أوبك والدول غير الأعضاء خارج المنظمة من أجل استعادة الثقة في أسواق النفط، معربا عن اطمئنانه بعودة الانتعاش إلى قطاع النفط، لافتا إلى أن السوق تشهد عودة للتوازن والاستقرار. يذكر أنه إلى جانب المؤتمر يقام أيضا معرض أدبك الذي يعكس مكانة هذا الحدث الهام كملتقى رئيسي للموردين والعملاء من شتى مجالات قطاع النفط والغاز. ويستضيف معرض أدبك في دورته الحالية منطقة أدبك للرقمنة والتي تتيح للشركات منصة متخصصة تضعها في طليعة التوجهات الحالية للتكنولوجيا والتحول الرقمي. أعلن
كانت بورصة انتركونتيننتال المدرجة في بورصة نيويورك للأوراق المالية والمشغل الرائد لبورصات وغرف المقاصة العالمية والمزود لخدمات البيانات والإدراج أعلنت عن شراكة مع أدنوك وتسعة من أكبر شركات تداول الطاقة العالمية لإطلاق بورصة أبوظبي انتركونتيننتال للعقود الآجلة التي ستكون مقرا لتداول أول عقود آجلة لخام مربان في العالم. قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة رئيس تنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها: تعتبر بورصة انتركونتيننتال أحد أهم مشغلي البورصات وغرف المقاصة في العالم، ونحن في أدنوك سعداء بالشراكة معهم لإطلاق بورصة أبوظبي انتركونتيننتال للعقود الآجلة. يسرنا انضمام تسع من أهم شركات الطاقة العالمية الرائدة في من عملائنا وشركائنا إلى هذا المشروع الذي سيسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي مركزا عالميا للطاقة، وكلنا ثقة بأن هذه البورصة الجديدة المستقلة ستحقق قيمة إضافية كبيرة للدولة وكذلك لمتداولي ومشتري منتجات النفط في جميع أنحاء العالم. تضم قائمة الشركات التسع المشاركة في إطلاق بورصة أبوظبي انتركونتيننتال للعقود الآجلة كلا من بي بي وجي أكس جي أس كالتكس وإنبكس وجي أكس تي جي وبترو تشاينا وبي تي تي شيل توتسا توتال وفيتول. من جانبه قال جيف سبريتشر رئيس مجلس الإدارة ورئيس التنفيذي لبورصة انتركونتيننتال ورئيس بورصة نيويورك للأوراق المالية، قال: تؤكد هذه الشراكة مع أدنوك وتسع من أكبر شركات تداول خام مربان في العالم لإطلاق بورصة أبوظبي انتركونتيننتال للعقود الآجلة على الإمكانات الفريدة التي يتمتع بها خام مربان والتي تؤهله ليصبح خاما قياسيا عالميا جديدا للنفط الخام. ومن المقرر أن تعامل عقود خام مربان الآجلة المتداولة في بورصة أبوظبي انتركونتيننتال كعقود تسليم فعلية على أساس البيع والتسليم على ظهر السفينة FOB، على أن يكون التسليم في إمارة الفجيرة في دولة الإمارات. ملفاتنا لم تتهي بعد الفاصل. حياكم الله مجددا. إذن تتواصل مشاهدينا فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول أديبك 2019 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض حتى 14 من نوفمبر الجاري بمشاركة ما يزيد على 2200 جهة عارضة، مستضيفا أكثر من 80 وزيرا ورئيسا تنفيذيا ومجموعة واسعة من قادة الأعمال في قطاع النفط والغاز كمتحدثين ومشاركين من جميع أنحاء العالم. يشهد المعارض والمؤتمر في دورته الحالية مشاركة محلية وعالمية واسعة لكبريات الشركات والمؤسسات من حول العالم، والتي ستعرض أحدث مشاريعها ومنتجاتها وخدماتها على مساحة إجمالية تبلغ 160 ألف متر مربع، تضم 29 جناحا وطنيا بالإضافة إلى مساحة مخصصة للصناعات البحرية والملاحية. يقام عليها معرض متخصص فريد من نوعه على الواجهة البحرية يعرض سفنا ومراكب ومنصة نفطية ليشكل منبرا رفيع المستوى لقطاع النفط والغاز العالمي.
يسهم أدبك 2019 الذي يشارك أو تشارك فيه 47 شركة نفط، منها 30 شركة وطنية و17 شركة دولية، في تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة مركزا محوريا في النقاش العالمي حول مستجدات وتوجهات القطاع. كما رسخ الحدث لنفسه دورا حيويا في التأثير على مستقبل صناعة النفط والغاز وتحديد أفضل السبل للتكيف والتعامل مع متغيرات مشهد الطاقة. تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، اختتمت أعمال ملتقى أبو ظبي الاستراتيجي السادس الذي نظمه مركز الإمارات للسياسات وعقد بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي. استضاف الحدث نخبة من صناع القرار والسياسيين وخبراء تحليل السياسات من دول مختلفة. كما خصص أحد جلساته لسياسات دولة الإمارات وسلط خلالها الضوء على استراتيجيات الدولة لحيازة قدرات الذكاء الصناعي وتطوير صناعة الفضاء. وشهد الملتقى الإعلان عن إطلاق أكاديمية مركز الإمارات لتحليل السياسات التي تعد الأكاديمية التدريبية الأولى من نوعها في المنطقة في مجال تحليل السياسات. وفي ختام المؤتمر قدمت الدكتورة ابتسام الكتبي رئيسة مركز الإمارات للسياسات قدمت الخلاصات والاستنتاجات التي توصل إليها أكثر من 40 متحدثا رئيسيا شاركوا في جلسات الملتقى. واستعرضت الجلسات المختلفة خارطة التوسع العالمي للقدرات العسكرية والمالية والاقتصادية وقدرات الذكاء الاصطناعي والفضاء السيبراني التي يتم توظيفها ضمن التنافس الجديد بين القوى الكبرى في العالم، بالإضافة إلى هيكل النظام الإقليمي الحالي في الشرق الأوسط وأدوار القوى الإقليمية وصعود دور دول الخليج العربي. يذكر أن الملتقى كان قد حاز العام الماضي المركز العاشر عالميا والأول عربيا في قائمة أفضل المؤتمرات السياسية حول العالم. شعار التوجهات المستقبلية في الاستثمار الأجنبي المباشر، اختتمت اليوم أعمال النسخة الخامسة لمنتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر 2019 الذي رصد عبر آراء نخبة من المختصين والخبراء ومحركي التحولات المستقبلية في الاستثمار، رصد هذه المحركات ونتائجها على الاقتصادات الإقليمية والعالمية، ليعمل على وضع تصورات لدور المستثمرين في تحديد توجهات الاستثمار الجغرافية والقطاعية. نحن حضرنا وأعددنا التقرير التالي. طبعا تم انطلاق الدورة الخامسة من منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر اليوم بحضور سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد. التركيز في هذه الدورة من المنتدى سيكون حول مستقبل الاستثمار الأجنبي المباشر وكيف ستساهم التكنولوجيا في تنويع القطاعات الاقتصادية المتجهة إلى مختلف البلدان ودولة الإمارات وإمارة الشارقة،
بشكل خاص، وتم أيضا إطلاق خلال المنتدى اليوم مركز الشارقة لخدمات المستثمرين سعيد. يعتبر هذا المركز منصة واحدة ونافذة واحدة للمستثمرين لتخليص كافة الإجراءات الحكومية المتعلقة بالاستثمار في أجواء مضيافة جدا. اليوم تأتي مشاركة دائرة التسجيل العقاري بورشة لشرح قوانين الانتفاع وشرح المناطق التي يمكن للأجانب الاستثمار فيها في الإمارة. اليوم مشاركتنا في منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر تأتي تحت شعار عرض القوانين والتشريعات المنظمة في السوق العقاري في الإمارة للمستثمرين والرد على استفساراتهم. عندنا الورشة بتشمل عدة جوانب، منها عرض للقوانين المنظمة، كذلك شرح أو إعطاء نبذة عن المشاريع اللي ممكن الاستثمار فيها واللي هي تشكل قطاع كبير، منها السكني ومنها الصناعي ومنها التجاري، بالإضافة إلى الرد على استفسارات المستثمرين. طبعا مدينة شارقة الإعلام ترعى المنتدى للسنة الثانية على التوالي، وتقدم كذلك استعراض لخدماتها التي تسهل على المستثمرين دخول السوق في مدينة الشارقة، إمارة الشارقة، ونسعى كذلك من خلال تواجدنا في هذا المنتدى لتوطيد علاقاتنا مع الشركات ومع الجهات الأخرى التي تحضر هذا المنتدى. كذلك اليوم عندنا توقيع اتفاقية مع مكتب الخدمات الذي تم تأسيسه مؤخرا مع الشارقة للاستثمار، وذلك من خلال هذا المنتدى، من خلال فعاليات المنتدى، وسيكون إن شاء الله عن طريق هذه الاتفاقية سيتم تقديم خدمات مدينة الشارقة للإعلام عن طريق هذا المكتب. فنتمنى أن الحضور الكريم ونتمنى من المشاهدين يبحثون في خدمات سعيد المكتب الجديد التي تقوم هيئة استثمار شروق على الإعداد له وترتيبه، بحيث أن يطلعون على الخدمات ويستبقون الأحداث وينظرون فيما تقدمه الشمس من خلال هذه المكاتب. طبعا هذه المشاركة تعتبر مشاركة مهمة للمنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، فيها التقاء مع المستثمرين، فيها أيضا تزويد المشاركين بكافة المعلومات التي تقدمها المدينة للمستثمرين، إما كانوا ناشرين، إما كانوا عاملين في قطاع النشر، أو المستثمرين بشكل عام، لهدف خدمة أهداف المدينة إلا وهي دعم اقتصاد الإمارة. هذا جانب. هناك جانب آخر، هناك عمل اتفاقيات واجتماعات مع كافة الجهات المشاركة في إنجاح فكرة مدينة الشارقة للنشر. الاتفاقية التي عملت اليوم مع مكتب الاستثمار الأجنبي المباشر في الشارقة، هذه الاتفاقية سوف تكون لها نظرة مستقبلية في تعزيز أهداف المدينة وتعزيز المشاركات العالمية في الفعاليات التي سوف تخدم اقتصاد الإمارات وتخدم أهداف المدينة في دعم الناشرين ودعم المستثمرين بشكل عام. نبقى في إمارة الشارقة، حيث نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة أمس الاثنين بالتعاون مع الجمعية الأمريكية للجودة نظمتا الملتقى العالمي للجودة تحت شعار الريادة في الجودة والتميز المؤسسي. ويأتي تنظيم الملتقى في إطار احتفال الغرفة باليوم العالمي للجودة الذي يحتفي به العالم في نوفمبر من كل عام، بهدف نشر ثقافة التميز وتشجيع موظفيها ومتعامليها على أهمية الجودة وارتباطها المباشر مع الأداء المؤسسي. اليوم غرفة تجارة وصناعة الشارقة متزامنا مع اليوم العالمي للجودة قامت بتنظيم الملتقى ليوم العالمي للجودة وبالتعاون مع
المؤسسة الأمريكية للجودة. طبعا الملتقى اليوم يهدف إلى أن يسلط الضوء على أفضل الممارسات الموجودة في مجال الجودة، وكذلك الحث على القطاع الخاص على أن ينخرط في مجال الجودة والتميز، وذلك لما يخدم القطاع الخاص بشكل عام واقتصاد الدولة بشكل عام. لا يخفى أن الجودة هي أحد العوامل التي تقوم عليها الاستثمار في الاستدامة، والاستدامة طبعا هي أحد المحاور الرئيسية التي تركز عليها حكومة دولة الإمارات. فنحن حبينا اليوم أن نركز على محور الاستدامة من خلال ممارسات الجودة وعرض التجارب الأكثر فعالية على مستوى العالم، بالإضافة إلى أنها كذلك الملتقى اليوم ضم عدد من ورش العمل المصاحبة للملتقى الذي كان من دورها أن تعرف أو تنشط معلومات المشاركين في هذا الملتقى. أو طبعا على هامش الملتقى قامت المنظمة الأمريكية للجودة بتوزيع جوائزها السنوية التي تقوم بها كل عام، ونبارك لهذا العام فوز المشاركين فيها في هذه الدورة. الورشة اللي قدمناها اليوم هي بتتناول كيف الشركة بتقدر تعمل تقييم ذاتي لمقدار قديش هي عم تقدر تتعامل مع الجانب الإنساني أو الجانب الإجرائي بالشركة لتحسن الأداء الجودي ضمن الشركة. فالورشة كانت عبارة عن أسئلة المؤسسات لازم تطرحها على حالها لتعمل تقييمها الذاتي، لتشوف بأي مستوى هي موجودة وكيف عم تتعامل مع الجانب الإنساني والجانب الإجرائي لتحسن أدائها. فهذه الأسئلة كتير كانت مفيدة، وكل إنسان بالمؤسسة بيقدر يسألها لحاله، إن كان على نطاق المدراء أو على نطاق الموظفين، بتساعدهم إنه يحسنوا ويعملوا to identify المجالات اللي هي ضعيفة بهذا الشرك ليقدروا يحسنوها بالمستقبل. ملتقى اليوم العالمي للجودة اللي بتنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة بالتعاون مع الجمعية الأمريكية للجودة، عم نقدم ورشة عمل اسمها التعرف على أساليب القيادة باستخدام منهجية الليجو. منهجية الليجو هي منهجية حديثة أسستها شركة الليجو وعم تشتغل فيها كبرى الشركات العالمية. هدفها إنه الإنسان يحول تفكيره العادي من أساليب العصف الذهني التقليدية يتحول إلى أساليب تفكير ثلاثية الأبعاد. فإحنا بننقل مفاهيمنا وخبراتنا عن طريق نماذج من الليجو، يستطيع الإنسان أنه يرى الفكرة أمامه ويتحدث عنها ويشاركها مع فريق العمل الموجود معه. المنهجية هاي لها قبول كبير الآن عالمياً لأنها بتساعد في التفاعل وبتزيد وبتنمي من مهارة الفريق وروح الفريق. تتابعونا في من الإمارات بعد الفاصل. خالد بن محمد بن زايد يدشن شارع جاك شيراك في جزيرة السعديات. أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمر بإطلاق اسم جاك شيراك على أحد الشوارع الرئيسة في جزيرة السعديات في العاصمة أبو ظبي، تكريما لصديق الإمارات الرئيس الفرنسي الأسبق الراحل جاك شيراك وتقديرا لإنجازاته. دشن سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب أبو ظبي التنفيذي شارع جاك شيراك بحضور ابنة الرئيس الفرنسي الراحل السيدة كلود شيراك وسعادات لودوفيك بوي سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة وسعادة علي عبد الله الأحمد سفير الدولة لدى فرنسا ومعالي فلاح محمد الأحبابي رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبو ظبي ومعالي محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبو ظبي.
يعتبر شارع جاك شيراك من الشوارع الرئيسة الحيوية في جزيرة السعديات لامتداده على طول 4 كيلومترات بدءا من جسر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، كما يعد الشارع الرئيسي المؤدي إلى متحف اللوفر أبو ظبي الذي يعتبر بمثابة رمز يعبر على مدى عمق أو يعبر على مدى عمق أواصر علاقات الصداقة بين البلدين، ومنارة بارزة تعكس الروابط الثقافية والحضارية التي تربط بين الشرق والغرب. ويتميز شارع جاك شيراك بجمالية التصميم وزراعات التجميلية على جانبيه وإطلالته على متحف اللوفر ومنارة السعديات، ويشهد كثافة في أعداد الزوار والسياح من داخل الدولة وخارجها باعتباره أحد أجمل الشوارع الرئيسة في جزيرة السعديات. وقال سعادة علي عبد الله الأحمد في كلمة خلال حفل التدشين إن رؤية المخفولة بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه والرئيس الفرنسي الأسبق الراحل جاك شيراك هي التي أهلت الإمارات وفرنسا لتحمل مسؤولية أخلاقية تجاه جمع الناس على مبادئ وقيم التسامح والتعايش، مؤكدا أن ذكراهما ستظل حية عبر ثمار علاقات وطيدة وتعايش مشترك في مختلف المجالات بين الإمارات وفرنسا. من جانبه اعتبر سعادة لودوفيك بوي أن جاك شيراك كان داعما رئيسيا لتقوية العلاقات الإماراتية الفرنسية، وكان مؤمنا بدور الشراكات الإقليمية والدولية في تحقيق السلام والاستقرار، وقال تدشين شارع يحمل اسم الرئيس الراحل يمثل رمزية قوية ويعبر عن مدى التقدير الذي يحظى به رجل الدولة ودوره الأساسي في دفع العلاقات الثنائية قدما. في حين أكد معالي فلاح محمد الأحبابي أن انطلاق اسم الرئيس الراحل جاك شيراك على واحد من أهم الشوارع في جزيرة السعديات يحمل دلالات ثقافية وإنسانية عميقة. إلى مجموعة ملفات منوعة نبدأها بالملف الإنساني. افتتحت دولة الإمارات العربية المتحدة عبر ذراعها الإنسانية هلال الأحمر الإماراتي مدرسة جديدة في مديرية الخوخة في اليمن الشقيق تخدم 800 طالب، فيما تشهد الأسابيع المقبلة افتتاح 8 مدارس أخرى ليرتفع عدد المرافق التعليمية التي أعادت الإمارات ترميمها وتأهيلها وتأثيثها إلى 36 موزعة على امتداد مديريات الساحل الغربي المحرر. سعدنا اليوم أن نفتتح مدرسة الفتح في منطقة قطابة في مديرية الخوخة محافظة الحديدة، وهذه المدرسة التي تستوعب أكثر من 800 طالب وطالبة تمكنهم من العودة إلى صفوفهم الدراسية، وهذا هو الهدف الأسمى لدى دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعتبر هذه المدرسة هي السابعة ضمن حملة العودة إلى المدرسة في الساحل الغربي الذي نفذها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي. اليوم نفتتح مدرسة الفتح بقطابة، والافتتاحية كانت من أجل التأثيث بالكراسي للمدرسة، حيث تم صيانة وترميم المدرسة من قبل الهلال الأحمر الإماراتي، ونشكرهم على ذلك لتطبيع العملية التعليمية بشكل عام بالمديرية وبشكل خاص لمحافظة الحديدة. المدرسة كانت يعني في حالة ارتلاء،
يعني كان الأساس ما في أساس كله مكسر مبهدل، والمدرسة أيضا فيها بعض التخريب والذين قبل سبب الأوضاع الحرب تمام. والآن بحمد الله يعني عادت الحياة إلى طبيعتها، وعادت المدرسة يعني بشكل أفضل مما كانت عليه سابقا، وهذا بالجهود الذي يبذلها الهلال الأحمر الإماراتي في تطبيع الحياة في تأهيل المدارس وترميمها. نشكر أني إمارة الخير والعطاء الممثلة بالهلال الأحمر على هذه الجهود. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام ملفات 12 من نوفمبر. لكم مني أنا ليالي حميدي ومن فريق العمل أطيب المنى، ودمتم بخير.